ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ولكن قبل ما نبدا بقى ونخش في اخبارنا العربيه والعالميه، عندي كلمتين بس كده صغيرين، لان موضوع المشجع الزمالكاوي ده خد حجم كبير جدا وناس استضافته وناس اتكلمت عليه وبتاع. انا على فكره اول ناس هنتني بالبطوله دي صحابي الزمالكاويه، مش كده وبس، ده انا هقول لكم نماذج منهم كمان. رجل الاعمال صديقي العزيز يعني رمضان حسني حلم ان الاهلي بيكسب وبشرنا كلنا، هو طبعا زملكاوي جدا بس حبيبي ومحترم وجميل، ومش كده وبس، عمل استاد عنده في البيت، عمل في البيت عنده شاشه كبيره، وجاب اصحابنا الاهلاويه كلهم، كان فيهم محمد عثمان يعني كمان عضو اللجنه القانونيه في النادي الاهلي ونجوم الاهلي قبل كده، وناس كتير قاعده اتفرجت عنده في البيت واحتفل واحد، وغيرهم كتير جدا يعني. صديقي برضو الاعلامي ابراهيم عبد الجواد مثلا من الناس اللي احتفلت بفوز الاهلي على السوشيال ميديا، رغم ان هو معروف ان هو زملكاوي يعني، بس هو ابراهيم جميل، ودي الروح الرياضيه، وده الناس اللي هي اللي تحب مصر فعلا عارفه قيمه النادي الاهلي زي ما احنا عارفين قيمه النادي الزمالك. غير كده ده مش العادي يعني، غير الكلام ده مش العادي طبعا يعني. الراجل اللي قطع تذكره من المانيا للمغرب عشان يروح يشجع الوداد، ده مش الطبيعي طبيعي يعني. يعني ده ومناسبه رمضان حسني بقول له كل سنه وانت طيب وعيد ميلاده النهارده كمان يعني. دي كانت بس كلمتين صغيرين كده. نروح بقى لمنتخب مصر. منتخب مصر ضمن 8 منتخبات تأهلوا بشكل رسمي لبطولة الأمم الأفريقية 2023 اللي هتستضيفها كوديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين إن شاء الله. وتأهل منتخب مصر الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 مرات إلى النسخة القادمة بعد فوزه على غينيا بنتيجة 2-1 مساء أمس طبعاً الأربعاء بالجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكان. وأصبح منتخب مصر ثامن فريق يضمن التأهل، لكن بعد منتخبات يعني المنتخبات العربية دلوقتي الحمد لله بقوا 4 منتخبات، المغرب والجزائر وتونس والمنتخب المصري، عشان يرتفع الحضور العربي الأربع منتخبات. ويشارك أرضا منتخب السنغال حامل اللقب بجانب بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا بخلاف منتخب كوديفوار صاحب الضيافة طبعا. وعزز تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم القياسي لمنتخب مصر اللي بيوصف بأكثر المنتخبات مشاركة في البطولات القارية برصيد 26 مرة بعد ضمان التأهل. واحتل منتخب كوديفوار المركز الثاني في سجل المشاركات برصيد 25 مرة بعد ضمان أيضا المشاركة في النسخة القادمة للكان بوصفه طبعا صاحب الضيافة يعني. يعني دي الحمد لله ان احنا تأهلنا، لكن احنا التارجت بتاعنا البطولة اكيد يعني. احنا بنشوف منتخب مصر دايما عينه على البطولة ايضا، خصوصا بوجود محمد صلاح وبوجود لعيبة الاهلي اللي متواجدين. الاهلي يمكن ليه بصمة كبيرة في الكرة المصرية في التتويجات الافريقية والتتويجات القارية، ومنتخب مصر ايضا نفس الكلام، نتمنى لهم التوفيق في البطولة دي ان شاء الله. طبعا لسه مستمرين مع منتخب مصر. يوجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر التهنئه الى لاعبي الفراعنه بعد فوزهم على غينيا بنتيجه 2-1 وحسم التاهل لبطوله الامم الافريقيه. وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراه طبعا: الفوز لي مذاق خاص، حيث ان الظروف التي سبقت المواجهه جعلتنا تزداد صعوبه، لكنني في نفس الوقت سعيد بما قدمه اللاعبين. حققنا اول هدف وضعناه امامنا، وكشف عن غضبه بسبب هدف منتخب غينيا، وقال: كان يجب تقريب الخطوط بين اللاعبين أكثر من ذلك، لكن الفريق نجح في تنظيم صفوفه وركز بشكل جيد، ما ساعده على تحويل الخسارة بهدف إلى فوز بهدفين. وأكمل تصريحاته: يجب أن نستقبل أهداف، لكن من المهم الحفاظ على التعليمات، لسنا فريق لا يقهر. المنتخب خلق عدة فرص في الشوط الثاني مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي وعدم الاندفاع للأمام. يعني تصريحات هو بيحاول يوجه للناس يعني ان احنا غلطنا في الهدف اللي دخل فينا، لكننا تراجعنا الموضوع تاني يعني، ولحقنا المباراه ورجعنا وكسبنا كمان يعني. المباراه بصراحه تحس ان الفرقتين الاثنين قريبين من التاهل، فطبعا منتخب مصر كمنتخب اتقل بكتير من منتخب غينيا بالعناصر بتاعتنا، بوجود محمد صلاح طبعا نجم منتخب مصر، فكان عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا يبقى بنتاهل من خلال الماتش ده، خصوصا الماتش مش في غينيا، الماتش كان في المغرب يعني. دي كانت حاجة كويسة جدا ومفيدة جدا لمنتخب مصر في وجود لعيبة الأهلي في المغرب كمان، ده كان إضافة قوية جدا إن اللعيبة ما تعبتش من السفر، هم لعبوا ماتش الوداد واستمروا في المغرب وانضموا لمنتخب مصر وانضموا لمعسكر منتخب مصر، فده كان شيء كويس جدا الحقيقة يعني. روي فيتوريا مدرب يعني سي في قوي، ولحد دلوقتي محقق التارجت بتاع منتخب مصر إن احنا نتأهل لأمم أفريقيا، لكن دايما مصر عينها على بطولة أفريقيا، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا 23 في كوت ديفوار.